زمردة بدك تعلميني الطبخ ايه؟ بعيوني ايه وانا بدي اتعلم ولي على قلبي شو طيبة هالأكلة شو اسمها كباب زميري؟ ايه كتير طيبة انتي ما بتعرفي تطبخي؟ لا انتي بدك تعلميني اخ وشي شو بكي؟ ما بعرف كثير عم يحلني شو في؟ إلا بالله على المصيبة نزلي خانم هيك ما حيمشي الحال لازم نجيب لها الحكيم يشوفها حكيم؟ ايه بوسي ايدك نزلي خانم مشان الله طولي بالك طولي بالك أول شي بدي اياك تعرفي لي ليش كانت تقتل حالها وهي رح تفيق ورح تصح ومن هون رح تتصحصح إذا بتتعرضي لها والله العظيم لحتى أقبرك هون بنص الخان بس لا بس ولا شيء عم تفهمي ولا فهمك بطريقتي طيب شوفي ولي اذا مو قدراني تمشي الخان في 100 وحده غيرك تمشي بامرك حواس بيك